ان شاء الله اليوم غنحاول ما يمكن نهضر لكم على هاد لا فيزيت هادي. راه ديجا هضرت عليها ولكن شحال من الناس كيتصلوا بيا كيقول لي حسن اشنو كتعني هادي اشنو كتعني هادي، كيصيفط لي في الواتساب كيقول لي الشرح ديال هادي. راه في انا الا بغيت شي حاجه راه غتمشي غير اليوتيوب ولا جوجل ولا يوتيوب، راه غيشرحوا لك المسائل. ولكن ما عليناش انه نشارك معكم هاد القضيه عاوتاني. هادي ما عليناش، هاد السياره هادي هي التروسونسات اللي فاتت للبيع، نشوفوا لا فيزيت ديالها كي دايره، واش مزيانه ولا ما مزياناش من ناحيه داكشي اللي كدوز، ديكيات اللي كدوز في لا فيزيت. مثلا ملي كتدخل لا فيزيت كدوز لاباريت، هذا هو بمعنى بالنسبه لاباتشي هما هادو هما فين، هادو هما اللي كيعطيو باريت. هادشي كامل راه غير المعلومات ديال السياره، المعلومات ديال السياره هنا فين كاينين، وهنا راه كيقول لك لي ديفو مثلا داكشي اللي ما عطاش لاباري مزيان، ولكن اللي مهم كامل هنا وما كيقراوهش الناس وما عندهم فيه سوق قليل اللي كتلقى كيقرا هادشي. هذا هو بمعنى هذا الفران اغيير وديال افون هما اللي كاينين هنا. هنا دابا قال لك اكبر من او تساوي من 50%، ها هو هنا راه اكبر من 50% بمعنى 63 صافي ديغ مزيان. عاوتاني هذا ديال الاغيير قال لك اكبر من 18%، ها هو 24% صافي ديغ مزيان، هادي راه مزيان. هنا الريباج، الريباج بمعنى واش كتجر، هادي ديال الجران، هادي هما ديال الجران، ياك ما كتجر ولا شي حاجه باش فهمتوا، انا ديال الجران حيت الريباج هو ديال الجران، ياك ما كديك لهاد الجهه ولا هاد الجهه. ما راه درت لكم هاد الفيديو كيفاش انه انا بعض المرات كنسوق الطوموبيل في طريق مزيانه، من بعد كنتلقى يدي على 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 الفولون وكنفراني كنفراني كنشوف ياك الطوموبيل ما كتجرش. هنا هادي ديال الريباج، ها هي صافي ديغ راه مزيان الطوموبيل بمعنى المسائل ديالها ديال الريباج. الثاني هو ناقص 12 ملم في ميل على كيلومتر، اقل اقل من 12 بمعنى 9 اونص صافي ديغ مزيان. هنا سوسبونسيون بمعنى المونتورات فهمتوا، سوسبونسيون ديال هو المونتيسيور اقل من 30%، هو 8% ديال افون و اغيير 4%، صافي ديغ مزيان. اوباسيت هو ديال سمو ديال عندهم الشراجيم ديال الدخان، اوباسيت هذا هو ديال الدخان بمعنى اقل من 70%، داروه كاع ما كاينش، شفتوا كاع ما فيهاش اقل من 70%. هنا راه زيت راه سي بون، هادي الله يسخر ان شاء الله. المهم هادي هي البروسونسات اللي قلت لكم اللي حطيت لكم البيع فيها، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. السلام عليكم، وغنوريكم في لافيزيت ديالها الجر كيفاش طوموبيل، ها كنحيد يديا وكنفرينها نهار ما والو فهمتوا، ما مجرش لهاك لهاك، ولكن ومع ذلك غنوري لكم المسائل ديالها لافيزيت ديالها واش كتجر ولا ما كتجرش. يلا ان شاء الله.